تابع تسلم مصر للغواصة الألمانية الصنع وهي من طراز طيب 2009 إذانا بدخولها لخدمة القوات المسلحة، وذلك خلال أيام لتعزيز جهودها في تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط وتوفير الملاحة البحرية الآمنة. Now listen to the national anthem of the Arab Republic of Egypt, and therefore I would like to ask you to raise from your seats. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. نتابع مشاهدينا الكرام تسلم البحرية المصرية لثاني غواصة حديثة من طراز طيب 209 وهي ألمانية الصنع من ميناء كيل الألمانية، وقد تسلمت القوات المسلحة المصرية في احتفالية كبرى بمدينة كابل الألمانية ثاني غواصات حديثة من طراز طيب 42209، وذلك إذانا بدخولها الخدمة خدمة القوات المسلحة خلال أيام لتعزيز جهودها في تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط وتوفير الملاحة البحرية الآمنة. من مواصفات هذه الغواصة أنها تستطيع الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري، وبتصل سرعتها إلى 21 عقدة بتراوح طولها من 60 ل 73 متر، وبتزن 1400 طن، ولها القدرة على إطلاق الصواريخ والتوربيدات. تم تزويد هذه الغواصة بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومي المصري، وتعد بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية. تسلم الغواصة بالطبع لحظة جديدة من اللحظات المهمة في تاريخ قواتنا البحرية، وحلقة جديدة من حلقات تطويرها كما وكيفا لتكون في مصاف البحريات العالمية الفاعلة، وتعمل على الرفع من قدراتها القتالية لتحقيق الإحكام الشامل والسيطرة التامة على سواحل مصر مع الحفاظ على مياهنا الإقليمية والاقتصادية. من المقرر أن تغادر هذه الغواصة عقب مراسم تسلمها بميناء كيل بألمانيا للإبحار لمسافة
3644 ميل بحري لمدة 22 يوم، بتمر خلالها عبر عدد من الممرات والقنوات الملاحية الدولية زي قناة كيل ونهر إلبا ببحر الشمال ومضيق دوفر والقناة الإنجليزية بالمحيط الأطلنطي ومضيق جبل طارق ومضيق نبتلاريا بالبحر المتوسط، وصولا بالسلامة إلى رأس التين بالأسكندرية. وبنتابع مشاهدينا الكرام، منذ فترة أن القوات المسلحة تبنت في الفترة الأخيرة خطة تطوير شاملة بتعمل على دعم القدرات القتالية لقواتنا البحرية، وبدأت هذه الخطة بتسليح البحرية بوحدات حديثة ومتطورة، ويأتي هذا الاتفاق ضمن 4 غواصات، هذه هي الثانية، ويأتي ذلك في إطار التحديث الدائم من جانب القوات المسلحة بهدف دعم أمن قناة السويس كشريان مهم للتجارة البحرية الدولية، ولتكون قوة ردع لتحقيق السلام في ظل التهديدات والتحديات اللي بتشهدها المنطقة، استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم وتطوير القدرات القتالية والفنية للوحدات والتشكيلات والأفرع الرئيسية وفقا لأحدث النظم العالمية. مشاهدينا الكرام، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. بعد التحية سيادة اللواء. أهلا وسهلا. يعني إيه الهدف من تعزيز القوات البحرية من التسليح المتطور والتكنولوجي الحديث خاصة في الفترة الأخيرة؟ الصراع بين الدول لا يتوقف، واي مكاسب واي نقول دوله في العالم ان لم يكن لديها ما يحمي مكاسبها ومخدراتها ومجالها الحيوي فهي مهدده في اي وقت من الاوقات اذا ما تعرضت لاي اعتداء من طرف اخر، وبالتالي هنجد ان كل الدول لا تتوانى عن توفير قدر من التسليح الكافي اللي يضمن لدولتها الدفاع عن نفسها. وهنا بنقول ان اهم حاجه ان مهمه الجيش في اي دوله من العالم حاجتين اثنين، ان هو يصد عنها اي اعتداء اذا ما تعرضت لذلك، ولو زادت قدره الجيش بصوره افضل فهو يحقق لها الردع، بمعنى انه يمنع كل اعدائها ان يفكروا في اعتداء عليها او تهديد مصالحها. فالنهارده لما بنضيف لقدرتنا البحريه غواصه اللي هي طيب 209400، ودي ثاني غواصه من صفقه 4 غواصات بتنضم لقواتنا البحريه، ودي من المانيا، وقبل كده من نفتكر القطعتين المسترال اللي هم عبد الناصر والسادات. عبد الناصر والسادات اللي هم عباره عن سفن اقتحام سريعه، عليها هليكوبتر، عليها فيها زوارق اقتحام بتشيل حوالي كتيبه دبابات، بتشيل مستشفى ميداني، مركز قياده، دي عباره عن قلعه عائمه. عندنا قطعتين من فرنسا بالإضافة للفرقاطة اللي هي الفريم بقدراتها العالية، أيضا قبل كده عندنا في القوات الجوية عندنا إضافات من اتجاه من الرافال، أو نقول إضافات أسلحة أخرى من الاتحاد من روسيا. كل هذا بيمثل لينا حاجة مهمة جدا، أننا لم نعد، وخاصة الدرس اللي لازم نتعلمه بعد 30 يونيو، أن أي دولة تترك سلاحها لدولة واحدة هي التي تحتكره معنى كده ان هي بتترك ارادتها للضغط السياسي من هذه الدولة، وبالتالي كان افضل قرار خدته القيادة السياسية هو تنويع وتعديد مصادر التسليح، فتحنا على العالم كله شرقه وغربه بنوفر احدث اسلحة لقواتنا المسلحة، وبالتالي بنقول لكل من ينمي قدرتنا الاقتصادية سواء كانت خارج المياه الاقليميه المياه الاقتصاديه
أو في البحار المتسعة في البحر المتوسط والبحر الأحمر أو في أي مكان، إن شاء الله رب العالمين لدينا القدرة على حماية مقدراتنا كلها، أهدافنا، مصالحنا في أي مكان. نحن أمة لا تعتدي، ولكن قواتنا المسلحة هي درعنا اللي بيحمينا، اللي بيحمي أرضنا وبيحمي وطننا. ولا ننسى مسؤوليتنا القومية والإقليمية، مصر كدولة إقليمية وعربية لديها مسؤوليات في حماية أمننا القوم العربي، تأمين أشقائنا إذا ما طلبوا منا ذلك. نحن في منطقة مهددة، وبالتالي لازم يبقى عندنا باستمرار أحدث الأسلحة، وده السياسة اللي بتتخذها دولتنا. والحمد لله رب العالمين دائما هنطور، لسه في غواصتين كمان من نفس الطراز هيجي، في أسلحة كثيرة. وأفضل من ده وده إن لدينا قوات مسلحة ولدينا قيادات وأفراد قادرين على استيعاب كل هذه الأسلحة الجديدة واستخدامها بالشكل الذي يجعل من يصنع هذا السلاح هو من يفتخر باستخدامنا ليها وبخبراتنا في التعامل مع هذه الأسلحة الجديدة. يعني سيادة اللواء دكتور نصر سالم، هذه القطع بالطبع ستعزز من فرض السيطرة والنفوذ في البحر الأحمر والمتوسط. تمام، بالظبط، ده مجالنا الحيوي اللي ما نقدرش نتركه بلا تأمين أو نسيبه مهدد من أي دولة من الدول. احنا في توقيت زي ما بنشوف فجأة الصراع بينفجر في أي مكان، فجأة بنلاقي الصديق الأمس عدو اليوم. إذا لا يؤمننا إلا أنفسنا، لابد أن نعتمد على أنفسنا وعلى جيشنا في تأمين كل مصالحنا. وخاصة حضرتك يعني في ظل التهديدات والتحديات اللي بتشهدها المنطقة، يعني هل هذه القطعة فعلا ستضيف الجديد وتعزز من الترتيب الخاص للقوات البحرية وترتيب الجيش المصري عالميا؟ بلا شك لها قدرات قتالية كبيرة، بتبحر لمسافة 11,000 ميل بحري، وسرعتها بالنسبة للغواصات عالية 21 عقدة. إذا هي بإضافتها بالصواريخ اللي تمتلكها والتوربيد، هي كقطعة بحرية قادرة على التدخل، إضافة لقدراتنا البحرية، إضافة للقدرات العسكرية بالكامل كفرع من أفرع، كفرع رئيس القوات البحرية من أفرع القوات المسلحة البرية والجوية والدفاع الجوي. إذن هناك منظومة متكاملة قادرة على حماية أمننا وحماية مصالحنا ومجالنا الحيوي. يمكن ترتيب قواتنا البحرية عالميا هو رقم 4 وترتيب جيشنا عالميا هو رقم 11، هل هذا صحيح؟ لا، احنا هنا رقم 10، احنا ما اترجعناش ورا خطوة. طب ده حاجة كويسة. طبعا، لا الحمد لله، ترتيبات اهم من ده وده. احنا بنقول ايه، هناك حسابات غير منظورة، وهي كفاءة الافراد، الخبرة القتالية اللي لدينا. ولذلك هتجدي ان يعني بالمناسبه المناورات او التدريبات المشتركه النجم الساطع اللي انقطعت من 2009، امريكا بتسعى لاعادتها، وان شاء الله الشهر الجاي هتبدا. بنقول خبراتنا هي اللي بتخلي هذه الدول من امريكا وحلف الناتو لروسيا للصين، كل دول العالم بتسعى للتدريبات المشتركه معانا لكي تكتسب وتنقل اليها ما لدينا من خبره. يعني احنا ده لوحده، كون في دول بهذه الكثره وبهذه الكفاءه، ومش جيوش صغيره، الجيوش عليها قدرات عالميه هي اللي بتسعى انها تتدرب معايا تدريبات مشتركه. هذا يضع مصر او مؤشر قوي جدا قدام العالم كله ان مصر او قواتها البحريه وقواتها المسلحه لديها خبرات تستحق ان يسعى اليها من كل دوله من دول العالم. يمكن بعض ضباط من القوات البحريه يعني تلقوا التدريب اللازم لقيادة هذه الغواصة والعودة بها إلى رأس التين، وده بيأكد لدعم وتطوير القدرات القتالية والفنية للوحدات والتشكيلات والأفرع الرئيسية، يعني ده وفقا لأحدث النظم العالمية اللي بتسعى ليها دايما القوات المسلحة المصرية، وده بيأكد على رؤية القيادة السياسية. طبعا الناس دي احنا مجرد مشترينها الغواصة، في أطقم من عندنا راحت لهذه الغواصة تتدرب بقى لها شهور هناك،
تستوعب هذه الغواصة تماما. هم جايين بقى في الطريق إن شاء الله العودة اللي هيبدأ على طول فور رفع العلم المصري عليها، خلاص بقوا قادرين على الدخول بها في أي معركة بحرية، قادرين على إدارة أعمال قتال كاملة، ودي كفائتنا. يعني هم مش هيتحركوا من هناك إلا بعد ما كانوا مستوعبين استيعاب كامل بشهادة الخبراء الفرنسيين أنفسهم. ثم بعد ذلك لدينا خبراتنا المضافة اللي بنضيفها دائما وبنضع بصمتنا على هذا السلاح الجديد. نعم، في النهاية بنشكر سيادة اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك. تسلم الغواصة ألمانية الصوت تنفيذ للخدمة، خدمة قواتنا البحرية المسلحة، وده خلال أيام لتعزيز جهودها في تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط وتوفير الملاحة البحرية الأمنة. وقد استمعنا للعزف الجمهوري المصري، وسيتم رفع العلم المصري رسميا على هذه الغواصة، وتأتي ذلك في إطار دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية. من المقرر أن تغادر الغواصة عقب مراسم تسلمها بمناء كيل بألمانيا للإبحار لمسافة 3644 ميل بحري لمدة 22 يوم، بتمر خلالها عبر عدد من الممرات والقنوات الملاحية الدولية، قناة كيل، نهر إلبا ببحر الشمال، مضيق دوفر والقناة الإنجليزية بالمحيط الأطلنطي، مضيق جبل طارق ومضيق نبتلاريا بالبحر المتوسط، وصولا إلى أرض الوطن لرأس التين بالأسكندرية. ويبدو في الصورة الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية وعدد من ضباط القوات المسلحة والقوات البحرية لتسلم الغواصة 42 تراس تايب 209. من مواصفات هذه الغواصة أنها بتستطيع الإبحار لمسافة 11000 ميل بحري، وبتصل سرعتها إلى 21 عقدة، بتراوح طولها من 60 ل 73 متر، وبتزن 1400 طن، ولها القدرة على إطلاق الصواريخ والتوربيدات. تم تزويد هذه الغواصة بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومي المصري، وبتعد بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية. نرى مشاهدينا الكرام السفير بدر عبد العاطي سفيرنا بدولة ألمانيا وعدد من المصريين مع ضباط القوات المسلحة وضباط البحرية المصرية وقائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد، وهما يلتقون الصور التذكارية. مشاهدينا الكرام، متابعتنا الإخبارية مستمرة معكم على مدار اليوم، بعد قليل موجز لأهم الأنباء، فابقوا معنا.